السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صباحكم مبروك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو، نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو على بركه الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشيوة على قد الحال. عندنا الدنجال، خدينا جوج دنجالات، واحد ربعه الحبات ديال المطيشة، واحد ربعه الحبات ديال البطاطا. تناخذو الدنجال تنغسلوه مزيان تنقطعوه وتندير له الملح والخل ونخليوه على الجنب. تنجيبو مطيشة تنحكوها، تنزيدو لها القزبر، المعدنوس، الثومه، التحميره، الملحه، وشويه الكمون. البطاطا كنشدوها وكنبقاو كنسلقوها. من بعد خليكم معايا، من بعد احنا خدينا ربعة الحبات ديال المطيشة حكيناهم، زدنا عليهم جوج فصوص تاع الثوم، زدنا عليهم قزبر معدنوس، زدنا عليهم التحميره، زدنا عليهم الكمون، الملحة، وشويه الزيت، غير شويه ديال الزيت على حقاش غير باش يبقاو يتشحروا. لقاش الدنجال غادي نقليوه ونزيدو نخلطوه معاه. هاد الدنجال ديالنا بعد ما غسلناه وقطعنا له شويه دوك الجنيبات، غير شويه شويه من هاد سميتو، درنا له شويه الملحه، درنا له الخل، خلينا حتى قطر من داك الماء. احنا دابا غادي نقليوه. هانتوما يا خوتي خواتاتي، بعد ما درنا مطيشة تشحرات وحيدناها، احنا قلينا الدنجال. دابا غادي نخلطو الدنجال مع مطيشة، وغادي نردوهم يتشحروا. هانتوما خوتي خوتاتي، تجي فيه واحد المذاق، شهوة منو ما تشبعيش منو. غنردوه دابا فوق النار. ها البطاطا ديالنا بعد ما سلقناها قشرناها، قطعناها على ربعة، ودرنا لها الترميلة. في الترميلة درنا القزبر، معدنوس، الثومة، التحميرة، الكمون، الملحة، والمطارد. خلطنا ديك الترمولة مزيان حتى خلطناها، وبقينا كندهنوها، وعاد دهنا القزديرة وستفناها. دابا غادي نزيدو لها الزيت البلدية من الفوق ونلوحوها في الفران ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى هي تيجي فيها واحد المذاق زوين. دابا غادي نديرو البطاطا ديالنا في الفران. هانتوما خوتي خواتاتي، البطاطا ديالنا بعد ما شرملناها ودرناها في الفران، ها هي تاكلوها بالصحة والهنا. نتمنى ان شاء الله باش تلقاو تجربوها وتعجبكم، راه فيها واحد المذاق زوين بزاف. وها هو الدنجال ديالنا بعد ما رديناه يتشحر، ها هو دا تيجي فيه واحد المذاق حتى هو مزيان. وكنتمنى تجربوه ويعجبكم. وهاد الدنجال هذا حنا في الاطلس كنقولوا له الدنجال المدربل، حيت فيه مطيشه طايبه وفيه الدنجال طايب وكل شيء طايب. وكنبقاو في الاخر كنبقاو غير غير كنخلطوهم تنعاود نردوه يتشحر. وكنتمنى باش تلقى يعجبكم هذا الشيء ديالي، وكنتمنى منكم فضلا وليس امرا باش تلقاو تشجعوني وتزيدوا تشجعوني، لان باقي عندي مازال ما نعطيكم. السلام عليكم ورحمه الله.